التوقيع على 3 اتفاقات إطارية تتعلق أولها بانطلاق المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص. تواصل الاختلاف بخصوص فصل الانتخابات أو تزامنها، وشفيق صرصار يحذر من تأثيرها على موعد الانتخابات والتحضير لها. الجامعة العربية تقرر إرسال مبعوث لليبيا للوساطة بين الأطراف المتنازعة، وحصيلة المواجهات في ارتفاع. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة 8. تم اليوم في قصر الحكومة بالقصبة التوقيع على الاتفاق الإطاري المنظم للمفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والحكومة بشأن الترفيع في الأجور في القطاع الخاص. كما تم الإمضاء على اتفاقيتين تتعلقان بالإنتاج والإنتاجية وبالأسعار وبالمقدرة الشرائية. للمرة الأولى في تاريخ تونس يتم التوقيع على 3 اتفاقيات إطارية تتعلق الأولى بانطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، وتتعلق الثانية بالإنتاج والإنتاجية، فيما تتعلق الثالثة بالأسعار وبالمقدورة الشرائية. بروتوكول الأول الحقيقة هو بروتوكول عادي لازم نقوله نتاع الدخول في مفاوضات اجتماعية بين الطرفين، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014. بروتوكولين آخرين، الأول يتعلق بالإنتاج والإنتاجية، والثاني يتعلق بالمقدرة الشرائية. ملاحظة أنكم شفتوا الارتباط نتاع الموضوعين هذوما بالزيادة في الأجور، ثم أن هي تسمى اون بريمير. الأطراف الاجتماعية اعتبرت أن التوقيع على اتفاق الترفيع في الأجور في القطاع الخاص سيدفع في اتجاه تحسين وضعية العامل والمؤسسة على حد سواء، وسينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. زيادة في الأجور بدون إنتاجية، بدون تحسين إنتاجية، بدون نظر إلى القدرة الشرائية، بدون نظر إلى النمو، بدون نظر إلى تنافسية المؤسسة، ما يكونش في عنده جدوى. لذا احنا نرحبوا بالبادرة هذه لأول مرة تصير في تاريخ تونس، واللي هي في صالح العامل، في صالح المؤسسة، وفي صالح الوطن. هذه أيضا تتطلب معناها جملة من العوامل لابد أن تتوفر. نحن سنبحث عن توفر كل هذه العوامل، سواء كان إذا كان مسألة عالقة بالقطاع، ولكن أساسا بالمؤسسة، ويكون هذا في إطار تحفيز العاملين وفي إطار أن المردودية هذه تعود بالنفع على المؤسسة، على صاحب رأس المال، للعمال أيضا، ولكن أيضا حتى لمعناها المستهلكين، وعلى دفع الاستثمار أو التوسع في الاستثمار إذا بالفعل استطعنا باش نحقق مردودية باهية وباش نحقق انتاجية عالية. المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص تهم حوالي 2 مليون عامل، يتم الشروع فيها بداية من يوم الاثنين المقبل لتنتهي مع موفى الشهر الجاري. نفى المكلف بالإعلام بوزارة التجارة الأخبار التي راجت في الآونة الأخيرة حول إقرار رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية وزيادة في أسعارها، مؤكدا أن إمكانية الزيادة هي مجرد مقترحات ستتم مناقشتها في الحوار الوطني الاقتصادي. رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية وإقرار الزيادة في أسعارها أخبار راجت مؤخرا في عدد من وسائل الأعلام وأثارت جدلا كبيرا خاصة في الأوساط السياسية. وباتصالنا بوزارة التجارة نفى المكلف بالأعلام هذه الأخبار، وأكد أن الزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية ما زالت مجرد مقترحات. ثم حتى قرار يهم الزيادة، ثم فقط مقترحات. مطروح أنه باش تزيد 10 مليمات في الباجيت و20 مليم على الخبز الكبير، كما مطروح وأنك تخرج الباجيت من منظومة الدعم، من الحاجات من الآليات اللي مطروحة اليوم. كيف نقولوا نخرجوا الباجيت من منظومة الدعم باعتبار وأنه اليوم 70% نتاع المخابز في تونس هي المخابز اللي تخدم الخبز الكبير، و25% هي المخابز اللي تخدم الباجيت. اليوم كيف نحكيوا على الفارينة المدعمة، نلقاو 73% من مادة الفارينة المدعمة هي
تمشي للخبز الكبير. مقترحات زيادة في أسعار بعض المواد الغذائية شملت كذلك الزيت والسكر والعجينة الغذائية ومادة الفرينة. القهوة زاد من جملة المواد اللي مطروح فيها معناتها زيادة. عجين الغذائي 100 مليم تقريبا هو والسكر. ديما نعاود ونأكد أنها هي مقترحات، وديما نعاود ونأكد وأنه بالنسبة لنا احنا الهاجس الأكبر هو الآليات متاع إيصال الدعم للمستحقين متاعنا. إمكانية الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مقترحاتنا أثارت تخوف عددا من المستهلكين. يزينا ما زيادات ويزينا من كل شيء، شو مزيه؟ هما ديجا زايدين فيهم على الاخر، ما نصورش كان العباد باش يزيد تقبل، يعني باش يزيدوهم ينطخوا فوا، خاطر ديجا العباد متقلقه. كي تركح البلاد ما يساش يعملوا اللي يحبوا هما ويروفوا بالزوالي. لازم نخموا في الناس كل تونس، للناس كله وترفع الناس كل. ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك من جهته عبر عن رفضه لهذه المقترحات، مطالبا بتشريك المنظمة في الحوار الاقتصادي للدفاع عن حقوق المستهلكين. المواد هذه هي مواد رئيسية بالنسبة للطبقات الضعيفة والمتوسطة الدنيا، لا يمكن الزيادة فيها في ضوء تدهور متاع طاقاتهم الشرائية اللي عرفت يكون 25% تدهور بعد الثورة. احنا ماذا بينا قبل ما ياخذوا القرار هذا، لازم فما استراتيجيه وفما رؤيه وين باش يبدا رفع الدعم وين باش يقف. ويبقى تطبيق هذه الزياده من عدمه يخضع لتوافق كل الاطراف المشاركه في الحوار الوطني الاقتصادي الذي سينعقد في 28 من الشهر الجاري. في نشرتنا مشاهدينا بعد قليل، مواقع أثرية مصنفة تراثا عالميا تتحول إلى مصب للفضلات ومكان للبناء الفوضوي وسط صمت مطبق عن تنفيذ قرارات للتصدي. تعطلت جلسات الحوار الوطني منذ الخميس من الشهر الحالي، وذلك بعد إخفاق الفرقاء في التوصل إلى اتفاق بشأن الفصل أو الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية. الأحزاب تمسكت بمواقفها في هذا الخصوص ولم تحسم المسألة، ما قد يؤثر سلبا على العملية أو عملية الانتخابات والتحضير لها حسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات. عدم حسم الفرقاء السياسيين في مسألة الفصل والتزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية صلب الحوار الوطني جعلت جلسات الحوار تتعطل منذ أكثر من 10 أيام، وأمام إخفاق الفرقاء في التوصل إلى إجماع بشأن هذا الخلاف، شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية. أمل أنه في القريب العاجل يستأنف الحوار ويأخذ الفرقاء السياسيين هذا الموقف حتى يتحدد موعد الانتخابات بصفة رسمية، وإن شاء الله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخدم على قدم وساق من أجل الأعداد الجيد لهذه الانتخابات اللي التوانسة ينتظرها. 3 أيام تفصيلون عن انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد للفرقاء للحسم في هذه المسألة، إلا أن مواقف الأحزاب ما زالت على حالها. فتح المجال لأكثر من موعدين، يعني 3 مواعيد، هذا أولا فيه إمكانية يعني فتح المجال لربما تهديدات أخرى لا قدر الله. ثم مسألة تهم كل المواطنين في كل بلاد العالم، المواطنين ما هماش جاهزين فيما نعتقد للذهاب كل جمعتين 3 جمعات إلى صناديق الاقتراع بكل الحماس المطلوب. احنا نتوقع وهذا يحصل في كل المجتمعات وكل الديمقراطيات أن الناس اللي تكون متحمسة في الموعد الأول تكون أقل حماس الموعد الثاني، يقل أكثر الحماس الموعد الثالث. دعاة الفصل بدورهم اختلفت رؤاهم بشأن ترتيب الانتخابات، فحزب التكتل يرى أنه من الضروري تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية. الرئاسية باعتبارها المنطقية، باعتبار تأسيس المنطقي للدولة هو من الرئاسة ثم التشريعية باش تأسس للسلطة التشريعية وبالتالي إلى الحكومة. ولا يمكن منه معناها نعمله تشريعية ونحافظه على رئيس الحالي في إطار منظومة قانونية سابقة ورئيس منتخب من المجلس النيابي، فتخلق معناها شوشرة داخل المنظومة الدستورية في تونس. وفي المقابل أكد حزب الاتحاد الوطني الحر أنه من الضروري إجراء الانتخابات التشريعية أولا، وذلك استنادا لجملة من المؤيدات. إذا كان نعمل الرئاسية قبل ينتخب رئيس جمهورية من أي حزب كان أو حتى مستقل وكذا، يكون عنده تأثير
مضمون وإيجابي لتوجيه الانتخابات التشريعية. أما لو كان يجي المؤثر للسلطة التشريعية قبل الرئاسية تكون مستقلة وفعلا حيادية ولا تؤثر على الانتخابات الرئاسية. وسط حالات الجدل المتواصلة، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تأخر الحسم في هذه المسألة من شأنه التأثير على موعد الانتخابات وعملية التحضير لهذا الموعد التاريخي، مشيرا إلى استحالة إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال تم الإجماع على مبدأ التزامن. أخاطر بالنسبة لتحديد الدورة الثانية للرئاسية، القانون الانتخابي اللي هو تو مازال ما مصدرش، شو يقول لنا؟ يقول لنا بعد انتهاء الحسم في النزاعات عنا في خلال أسبوعين، يعني احنا ما نجموش نحكموا بالضبط في معرفة هذا الأجل إلا على ضوء الطعون. ما ينجم يقعش طعون في استئناف لما تم في الطعون الأولى، وقت إذن موعد تحديد الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية غير محدد، في حين أنه التشريعية يكون محدد باعتبار فما عنا فترة 3 أسابيع للحملة الانتخابية إلى غير ذلك. فرضية هي من جملة الفرضيات التي طرحتها الهيئة في انتظار ما ستفرزه جلسة الحوار في الأيام القادمة. احتضن قصر المؤتمرات بالعاصمة عشية اليوم جلسة التعريف بالدستور المخصصة لولاية تونس، وذلك في إطار شهر التعريف بالدستور. الحضور كان مكثفا من قبل المواطنين وممثلين عن الأحزاب. قبله غياب نواب المعارضة عن دائرة تونس 1 وتونس 2 المكلفين بالإشراف على هذه التظاهرة. استهلت جلسة التعريف بالدستور بعرض شريط يعرف بمضامينه ويقرب مفاهيمه إلى المواطنين وبعض ممثلي الأحزاب الذين حضروا بكثافة وتفاعلوا مع بعض المبادئ سلبا وإيجابا. حقيقة دستور ديمقراطي وأكثر من الديمقراطي. احنا بعد ثورة كان من المفروض فهمتني المنظومة تمشي في منظومة برلمانية ودستور برلماني، لكن الذكاء نتاع التوانسة والذكاء نتاع الخيانة اللي خدم الدستور جعلوا كونه نمشيوا للنظام الرئاسي المعدل. حرية الضمير اللي هي خطيرة واللي هي يعني استراتيجيا ممكن يسر تقسم تونس. نتمناو انه الدستور هذايا فعلا يتصلح ثم يعرض للشعب باش يعني يوافق عليه الشعب، وإذا كان الشعب قال لا نعم نذهب إلى إنشاء دستور آخر. الحضور كان لافتا لبعض أعضاء ومخارطي حزب التحرير الذين عبروا صراحة على أن هذا الدستور لا يمثلهم ولا يلزمهم في شيء، خاصة وأنه صيغ برعاية أجنبية وأممية حسب تعبيرهم. إنا أنزلنا إليك الذكر وإنا له لحافظون، هذا الكتاب اللي قال عليه المولى عز وجل هو دستورنا، لذلك ما تزايدوش علينا بالنظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي مردود عليكم. إشراف الكنوت يعني برنامج الأمم المتحدة للتنمية أحد أكبر الفضائح، أن دستور البلد، الدستور الذي سيؤسس لكل القوانين فيما بعد تشرف عليه جمعية أجنبية، فهي فضيحة الفضائح. الرأي هذا ما مش مستغرب من الناس اللي كي جايين نحاوروهم قالوا ما حشناش بدستور، دستورنا القرآن، مش مازال يحكي آخر. تبقينا الادعاء أنه برنامج الأمم المتحدة للماء، حبيت نقوله والشيء راهي تونس عضوة في الأمم المتحدة، كانش عندنا دعوات اللي ما في تونس تحب تخرج تونس من الأمم المتحدة حاجة أخر. برنامج الأمم المتحدة للماء هو موجود في تونس لدعم المرحلة هذه، نعود نقولها لوجستيا. جلسة التعريف بالدستور خرجت في أحيان كثيرة عن مضامين الدستور وتخللتها أجواء من الفوضى والنقاشات الثنائية بين الحاضرين، ما دفع البعض إلى المغادرة. غادرت على خطر ولا مستوى مش مستوى النقاش اللي كنت نتوقعه أنا معناها، ولا هبط برشا مستوى. حضور النواب اقتصر على حركة النهضة وحزب التكتل، بينما غاب عن الجلسة نواب المعارضة وهو ما علق عليه بعض الحاضرين. وإذا كان النواب لم يلتزموا بالحضور في الجلسات العامة فكيف سنجبرهم على حضور مثل هذه اللقاءات؟ والتعليق للنائب بدر الدين عبد الكافي. مدى التزام الدستور الجديد بمطالب الثورة هو محور حلقة نقاش نظمتها جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية، وطرحت خلالها عدة تساؤلات على نواب المجلس الوطني التأسيسي واقتراحات أيضا من طرف المشاركين من المجتمع المدني. تساؤلات واقتراحات طرحت خلال حلقة نقاش تمحورت حول مدى التزام الدستور الجديد بمطالب الثورة والمتعلقة أساسا بالحقوق والحريات والتنمية المحلية واستقلال القضاء
القانون الانتخابي للجامعات المحلية يوفر فرصة للشباب اللي هو يقدم نفسه للترشح، لكن ما ذكرش سن أو تعريف الشاب. إن شاء الله ما يكونش كما المرة اللي فاتت ويحدون السن ب 23. نفهموا اللي راهو دور المجتمع المدني، دور المواطنين، معناها ما يقتصرش على العمل والضغط من أجل معناها إنجاز الدستور، أما راهو العمل المهم يبدأ بعد المصادقة على الدستور بالقوانين الأساسية، بالتبسيط، بالعمل الميداني باش نفهموا نوصلوا المواطنين للدستور. كما قدم بعض النواب المجلس التأسيسي آراءهم خلال مداخلتهم حول ملائمة القوانين التشريعية لبعض فصول الدستور. مثلا تاع تأويل القانون بالعلاقة مع ما هو موجود في الدستور، هذا هو اللي باش يفتح يعني فيما بعد يعني التصور تاع القوانين كيف يجب وضعها حتى لا تكون متخالفة ومخالفة وغير متلائمة وغير مطابقة للدستور. ضروري أنه تسن التشريعات اللي ستنزل هذا الباب على المستوى التطبيقي بتبيع القوانين الأساسية اللي تنظم الانتخابات البلدية والانتخابات الجهوية واللي باش تحدد صلاحيات البلديات الجديدة على ضوء الدستور الجديد، وكذلك صلاحيات الجهات كيف والموارد متاعها، كيفية تسييرها لشأنها الجهوي. كما أكد الحاضرون على ضرورة وضع آلية تضمن ملائمة القوانين التشريعية للدستور لضمان استقلالية القضاء وتحقيق التنمية في الجهات. حظيت المشاركة التونسية في الدورة 15 للصالون الدولي للسياحة الذي تحتضنه الجزائر باهتمام كبير من الجمهور الجزائري الذي أقبل بكثافة للاستفادة من عروض تفاضلية قدمها الديوان التونسي للسياحة لفائدة السياح الجزائريين. حجوزات فعلية سجلت في الجناح التونسي ما يعد مؤشرا إيجابيا للموسم السياحي في تونس. إقبال مكثف للجمهور الجزائري على الجناح التونسي الذي قدم هذه السنة عروضا مغرية تضاهي تلك التي يستفيد منها السائح الأوروبي، وذلك خلال الطبعة 15 للصالون الدولي للسياحة الذي تحتضنه الجزائر. من خلال البوادر الأولى هذه من في الصالون هذا إن شاء الله أملنا كبير كون نتجاوز الأرقام اللي تم تسجيلها في سنة 2010، وإحنا إلى حد الآن سجلنا إلى حدود 10 ماي سجلنا زيادة بحوالي 30% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010. وكالة السفر من جهتها استحسنت الجو خلال اليوم الأول للصالون، خاصة منها تلك المختصة في مجال السياحة الطبية التي تعرض خدماتها للمرة الأولى في الجزائر. تفاجأنا بالإقبال الجيد للجزائريين لتونس للمعالجة في الميدان الصحي، ونتوقع إقبال جيد في المستقبل للجزائريين لإخوتنا الجزائريين المعالجة في تونس في جميع المجالات الصحية. العائق الوحيد اللي عندنا توا مع وكالة الأسفار في الجزائر إنه القانون الجزائري لا يسمح بتحويل الأموال من الجزائر إلى الخارج، يعني وكالة الأسفار الجزائرية ما تنجمش تدفع لنا وتخلصنا دائما، وما تقدرش تبعث لنا برشا سواح للجزائر. لو كان يتحل هالمشكل هذا وتقدر الجزائر تحل تحويل الأموال من الجزائر إلى الخارج، وكالة الأسفار الجزائرية تبعث لنا برشا سياح جزائريين، وإحنا بطبيعة الحال باش نخفضوا في الأسعار. وبغض النظر عن بعض الصعوبات التي سجلتها وكالة سفر البلدين، إلا أن العائلات الجزائرية لا تزال تصر على وفائها لبرمجة عطلها الصيفية في تونس. وندموند بركي تكون لا سيكوريتي نروحوا مدابينا نحبوا تونس. احنا كل عام نمشيو لتونس يعني في وقت الصيف، نديو العائله نديو الاولاد، احنا جيران احنا احباب احنا خوه. وتبقى تونس الوجهه المفضله للجزائريين دون منازع. هذا الصالون كان مناسبة لإعلان الديوان التونسي للسياحة عن تخفيضة تصل إلى 20% لكل الجزائريين الذين يؤكدون حجوزاتهم قبل 15 من جوان القادم، إضافة إلى أسعار تفاضلية أخرى خاصة بالعرسان الجدد. ريم أي تيغرين، التلفزة الوطنية التونسية، الجزائر. هو خطر يهدد تراث مدينة بل بلد بأكمله، صيحة فزع أطلقها عدد من باحثي الآثار تجاه ما تعانيه آثار مدينة قرطاج. الخطر يواجه المواني البنية ويتواصل مع مباني فوضوية وأهمال مطلق. كاميرا الأخبار رصدت كل هذه التجاوزات وعادت بهذه الصور التي قد تكون صادمة للبعض منكم.
سواح يجي هنا دين فاسون انكرويابل يجي سواح هنا فريمون انا بدي نحشم كي تشوف هو حاله وحال كل تونسي ومتساكني مدينه قرطاج. فبعد ان كانت هذه الاخيره باثارها ومعالمها ارثا تاريخيا شاهدا على عراقه البلد وقطعه نفيسه تروي فصول قرون من الحضارات والثقافات، اصبحت اليوم مهدده بالاندثار في ظل ما سماه الباحثون بالكارثه القادمه على مهل. فالصورة هنا وحدها تتكلم. مواقع أثرية أضحت مصبا للفضلات وأخرى أوكارا للفساد، ومواقع أخرى تعاني من تدخل عشوائي. ميناء بوني تحول إلى مرسى لمراكب ترفيهية دون تراخيص وبناءات فوضوية على حساب هذا الموروث. هو باختصار أهمال لتاريخ بلد. حابين نصلحوا نعملوا مرتين، نعملوا مطالب البلديه، البلديه تحيل هالاثار والاثار يجاوب بعدم موافقه بانها منطقه اثريه ما عندناش حق نعملوا فيها. وقت هو شوف كيفاش الحيوط باش يطيحوا. فما خطر كبير يهدد كارتاج، لان كارتاج الناس ما تعرفش قيمتها، تراث عالمي وعنده قيمه معناتها ثمينه جدا وماشيه وتدهور. تزايد عدد المراكب الترفيه اللي صارت ترسي في الموقع هذا اللي هو ميناء صحيح لكنه ميناء اثري مرتب يعني تراث وطني وعالمي، ويمنع فيه يعني الاستغلال غير الشرعي بدون ترخيص. اي تدخل في الموقع بطبيعة يضر بكل ما هو مبني، لكن يضرك حتى كذلك في استعمال المحركات اللي فيها ضخ المواد في الاستعمال هذا. كيفاش معناتها هالتاريخ هالكنز هذا اللي عندنا، الكنز كنز كنز والكلام عليه، كيفاش الكنز هذا عندك تقول نخليوه نهملوه؟ تساؤلات بالجملة بقيت مطروحة حتى مع سلطة الإشراف. فالمعهد الوطني للتراث المعني بهذه التجاوزات يتحدث مديره عن قرارات تخص كل هذه الإخلالات تشكو عدم التنفيذ. قمنا بعريضة لدى وكيل الجمهورية لاستصدار أمر إخلاء الميناء التاريخي البوني بكارتاج بيرسا. تراخيص البناء تمر على مصالح المعهد الوطني للتراث، ولم يتم تنفيذ أي قرار هدم من القرارات هذه. احنا عندنا مشكلة بالنسبة للتراث بصفة عامة والانتهاكات اللي تقع في التنفيذ. ثم الزبلة، ثم بقايا مواد بناء، ثم ناس يجيوا في الليل كاميونة مليانة بالحصالة متاع المرمى ويصبها في الموقع الأثري. احنا عندنا 50 حارس في كارتاج موزعين على مختلف المواقع، لكن مع ذلك الانتهاكات متواصلة. لهنا معناه يلزم كل الناس كل نتعاون ونشوفوا كيفاش نقضيوا على الظاهرة هذه. تراث عالمي تحت رقابة اليونسكو يعاني اليوم من مشكل يمس تاريخ وتراث البلاد، يواجه صمت تنفيذ القرارات. مثلت الأخلاقيات القضائية ضمن مسارات التكوين وآليات التقييم محور ندوة علمية نظمتها جمعية القضاة التونسيين بمدينة صفاقس، وأكدت فيها رئيسة الجمعية روضة القرافي أن بناء سلطة قضائية مستقلة يمر عبر تكوين قيم ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية. قضاة وأساتذة في الحقوق ومتدخلون آخرون في المنظومة القضائية اجتمعوا في ندوة علمية محورها الأخلاقيات القضائية ضمن مسارات التكوين وآليات التقييم. القضاء المستقل ليس فقط يعني حقوق للقضاة، بل هو واجبات على القضاة، وأهم هذه الواجبات تتنزل فيما يعرف بالأخلاقيات يعني القضائية، وهي بالأساس واجب الاستقلال، واجب الحياد، واجب النزاهة والاستقامة ونظافة اليد. هذا يعني القضاة يعني لابد أن ينبع منهم ويكون قناعة يعني عندهم. تحد كبير أمام القضاة في تونس يتمثل في استرجاع ثقة أفراد المجتمع في القضاء. اليوم القاضي صحيح قاضي حر، القاضي مستقل، لكن في المقابل القاضي كذلك مسؤول ويتحمل مسؤولية سواء مدنية أو جزائية أو حتى تأديبية. كما قلت ثقة المواطن نسترجعها بوعينا بالمسؤولية. استقلالية القضاء والنزاهة والحياد واللياقة والكفاءة مفردات تم التركيز عليها في جل المداخلات، وهي ضامنة لقضاء مستقل. لكن ما الذي يمكن أن يجعل القاضي غير مستقل؟ فيما يتعلق بالأخلاقيات القضائية
أساسا هي مسألة فكرة المحيط، علاقته بمحيطه السياسي وعلاقته بمحيطه الاجتماعي. العلاقة بالمحيط السياسي تعرفوا أنه اليوم خرجنا من معركة استقلال قضاء و تأسيس الدستوري لها. ندوة القضاة حضرها أيضا المحامون. نحن نؤسس لمرحلة جديدة ومرحلة ترسيخ تقاليد العمل المشترك بين القضاة والمحامين، ترسيخ الأخلاقيات المتعلقة بالقضاء والمتعلقة بالمحامين، وبالتالي هذه فرصة في هذه الندوة لنتداول في هذا الشأن. للإشارة، وقع تكريم السيدة كلثوم كنو الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين التي دعت بالمناسبة كافة الأسرة القضائية إلى الالتفاف حول جمعيتهم. انتقد كاتب عام النقابة التونسية للإذاعات الحرة في ندوة صحفية ما وصفه بالأساليب الردعية المنتهجة من قبل ممثلي اللجنة الرباعية المكلفة بمراقبة الإذاعات الخاصة، وذلك على خلفية زيارة هذه اللجنة الأربعاء الماضي لمقر إذاعة راديو سيسا الخاصة وما خلفته هذه الزيارة من تشنج في صفوف العاملين بالإذاعة. مقر إذاعة راديو سيس الخاصة كان الأربعاء الماضي وجهة لجنة رباعية لمراقبة الإذاعات الخاصة بهدف معاينة معدات بث الإذاعة، زيارة خلفت تشنجا في صفوف العاملين بالإذاعة واستنكارا من قبل نقابة الإذاعات الخاصة التي أكدت في ندوة صحفية أن تواتر مثل هذه الممارسات ضد الإذاعات الخاصة يعتبر مسا من حرية الإعلام. لجنة رباعية مكونة من وزارة المالية ممثلة في ديوانها، ديوان الوطني للذبذبات، كيف وزارة الاتصال ووزارة الداخلية توجهوا لمقر الإذاعة على أساس أنه عندنا إيميتور يعني غير مرخص فيه، وحاولوا أنهم يصير عملية الحجز هذه. وكانت العملية شنو الإشكال القانوني اللي فيها؟ أنه صارت بمعناها مغالطة كبيرة، أنهم ما يعرفوش أنه الراديو كانت عنده رخصة، ورخصة هذه نخدموا بها تقريبا عند 3 سنوات وما عندنا حتى إشكال. اسكتنا في صراحة أفهم، اسكتنا في حرية. اليوم وصلوا الراديوسيس وعندهم قائمة كاملة، جرد كامل متاع إذاعات باش يستهدفوهم بشوية بشوية. اليوم نقولوا معناها مش معقول باش نواصلوا في الحالة هذية، وأنه باش نقفوا وقفة والجهات باش يقفوا وقفة كذلك، لأنه هذية نعتبروه انتهاك لحرية التعبير. عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رياض الفرجاني أكد استنكار الهيئة من اللجوء إلى ما وصفه بالأساليب الردعية في معالجة مشاكل القطاع السمعي البصري. وقع توجيه لرسالة لوزير الاتصال والتعليم العالي، نطلب منه أنه يوقف مثل هالإجراءات الردعية خاصة في الفترة الحالية، ونحن على وشك إيجاد حل نهائي لجميع القنوات التي تبث معناتها بأجهزة إرسال غير مرخص فيها أو القنوات الغير مرخصة. ويذكر أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وعدد من الهياكل المختصة، من المنتظر أن تساهم في رسم الضوابط التقنية للمشهد السمعي البصري. تم اليوم بمدينة الحمامات اختتام البرنامج التكويني لفائدة جمعيات المجتمع المدني لولايتي سليانا والقصرين. البرنامج يموله الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وينظمه المرصد الوطني للشباب. بإسناد الشهائد للمكونين وتكريم المكونين اختتمت المرحلة الأولى من مشروع إدماج. هذا البرنامج الذي يمول قرابة 50 مشروعا لأعمال تطوعية مدنية تقوم بها جمعيات من ولايتي سليانة والقصرين. التكوين هذا كله لأنه تم على مراحل طويلة ياسر، 3 مرات لهنا ومرتين تطبيق، أجونا هما للقصرين ومشينا تطبيق. أضافت لي كيفية صياغة المشاريع، نشوفوا يعني الأهالي شنو حاجتهم بالضبط، ومن خلال تشريك الأهالي في اتخاذ مشروع صغير احنا خاطر جمعيات نعملوا دراسة مالية وعلى أساس علمية. هذه الدورة فتحت مجالا آخر للمجتمع المدني من خلال تكوين في كيفية إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة. لذلك تم الاتفاق مع الهيئة المستقلة للانتخابات أنه 3000 شاب يتمتعون بعملية تحسيسية وتدريبية وتكوينية من أجل المشاركة في التسجيل في الانتخابات ثم في الانتخابات، وهذا عبر وسيط، الوسيط هذا هو المجتمع المدني. هي دورة تكوينية في نشاط الميداني
كيفاش نعرف نتعامل مع مواطن تحسيسية هي وتوعوية بأهمية دور الفعال في النجاح الانتخابات. باش نرفعوا في نسبة المشاركة في الانتخابات وتحسيس المواطن على أهمية دوره في اختيار مصيره واختيار قراره بنفسه، خاصة في فئة الشباب وفئة المرأة. المرحلة الثانية من مشروع إدماج تتمثل في تمكين 600 شاب من القصرين وسليان من دورات تدريبية قصد إدماجهم في سوق الشغل. أما في المرحلة الثالثة والأخيرة فيتم خلالها تكوين 400 حرفي من الولايتين، ثم تمويل المتفوقين منهم لإنجاز مشاريعهم. دوليا الآن، كلفت الجامعة العربية ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق برئاسة وفد الجامعة إلى ليبيا، حيث سيجري مشاورات مع كافة الأطراف الليبية بشأن إطلاق مؤتمر المصالحة والحوار الوطني. يأتي ذلك بعد أن جاء في بيان مشترك أصدره الجيش والحكومة والبرلمان في ليبيا أن تحرك لواء المتقاعد خليفة حفتر ضد من وصفهم بالإرهابيين يعتبر عملا خارجا عن الشرعية وبمثابة محاولة انقلابية، فيما اعتبر ناطق رسمي باسم القوات الموالية لحفتر العملية حملة تستهدف من وصفهم بالظلميين الذين يحاولون بسط سيطرتهم على ليبيا. وكان حفتر قد قاد هجوما استخدم فيه الطيران ضد مواقع قال إنها لميليشيات إسلامية، أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. تطورات دفعت الجيش الليبي إلى إعلان حظر الطيران فوق مدينة بنغازي وضواحيها إلى أجل غير مسمى. يواصل الجيش السوري هجوما مضادا أطلقه أمس في محافظة درعا الجنوبية لتحرير بعض تلالها ومرتفعاتها التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة في الأسابيع الأخيرة. المرصد السوري لحقوق الإنسان وصف هذا الهجوم المضاد ضد المسلحين المعارضين وجبهة النصرة بالعنيف للغاية، حيث أطلق الجيش السوري 100 صاروخ ونفذ 12 غارة على المنطقة. تبنى 5 رؤساء أفارقة في ختام اجتماعهم بالعاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الرئيس فرانسوا أولاند خطة تحرك إقليمية للتصدي لجماعات بوكو حرام النيجيرية المتطرفة التي أصبحت تشكل تهديدا كبيرا على إفريقيا. الخطة تشمل تبادل المعلومات وتنسيق التحرك وحماية الحدود ووضع قوات حول بحيرة تشاد تسمح بالتدخل الفوري. وأكد رؤساء المشاركون في الاجتماع التزامهم بسعي إلى العثور على نحو 200 تلميذة تحتجزهم جماعة بوكو حرام، التي أكد الرئيس النيجيري أنها تعمل مع تنظيم القاعدة. رياضيا الآن، يخوض نادي الإفريقي والنجم الساحلي مباراة فاصلة يوم السبت المقبل بقاعة سوسة لتحديد المتوج ببطولة تونس لكرة السلة أكابر، بعد أن نجح نادي الإفريقي اليوم في تعويض خسارة الذهاب والانتصار على النجم الساحلي في إياب الدور النهائي بنتيجة 66 نقطة مقابل 62. في نهائي الأحلام الجيم 2 اللقاء العودة حمودي وينجح. توج نادي قرطاج ببطولة تونس للكرة الطائرة السيدات للمرة الثانية في تاريخه بعد أن جدد فوزه على نادي الصفاقسي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد في مباراة إياب الدور النهائي التي جمعتهما مساء اليوم بصفاقس. وكان اتحاد قرطاج فاز أيضا في لقاء الذهاب بتونس. الثانية هردك للنادي الرياضي الصفاقسي اللي موسم في الوطني بيه، ثم بطولة ثم لين بطولة أخرى على التوالي والكرة 24. يباري الترجي الرياضي التونسي حاليا بملعب رادس وفاق سطيف الجزائري ضمن الجولة الأولى لدوري المجموعتين لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. ونتيجة المباراة الحالية تقدم وفاق سطيف الجزائري بنتيجة هدف مقابل صفر. وهذه صور مباشرة من ملعب رادس. حسين الراقد ريس المحيسي، حسين الراقد جوزيف يانيك نجانغ يبعد على مناطق الجزاء لإيجاد حلول أخرى. جوزيف يانيك نجانغ، خليل شمام يختار التصويب، خليل شمام والكرة جانبية. عقدت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على الأحداث التي جدت خلال مباراة النادي الإفريقي وترجي الرياضي في كرة اليد الأسبوع الماضي. الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تم خلالها تسليط الضوء على الأحداث التي شهدتها مباراة النادي الإفريقي والترجي الرياضي في كرة اليد يوم الاثنين الماضي. بالنسبة للخروقات والاعتداءات اللي
اتصالات على الجمهور اللي بتذكرهم المختومة أو غير المختومة، وحتى كان غير مختومة لجنة تنظيم كيف ما عندهاش فيها حتى مسؤولية. تم الاعتداء على الصحفيين الرياضيين، تم اعتداء على أعضاء الجامعة والرابطة التونسية لكرة اليد. وكانت وزارة الداخلية بادرت بفتح تحقيق للوقوف حول ملابسات بعض الأحداث التي شهدتها المباراة، كما استقبل وزير الداخلية لطفي بن جدو والهيئة المديرة للنادي الإفريقي. ضد المعنيين بالأمر، وأنه مشيت على التتبع متاعهم، ونحن طالبين باش ناخذوا حقنا، وهذا اللي طالبينه يعني أكثر حتى من الاعتذار، ونعتبروه في حد ذاته اعتذار. أحداث الشغب والعنف تقليد أصبح يرافق أغلب التظاهرات الرياضية في تونس. ونأخذكم الآن في زيارة قصيرة إلى مدينة تبورسق من ولاية باجة التي تقع على بعد 100 كيلومتر عن العاصمة على سفح جبل الرحمن، نسبة إلى ولي صالح يعلوه. بهذه المدينة آثار ومقابر بونية وفينيقية ورومانية، مدينة عريقة اختلطت فيها الحضارات، فكانت أهم معالمها السور البيزنطية. تقع مدينة تبرسق على أرض خصبة فيها عيون وسهول ومعالم قديمة ونقوش منتشرة هنا وهناك، ومن أهم المعالم السور البيزنطي، سور أسسه جستان الثاني في القرن السادس ميلادي. تم إنشاء الحصن على عهد الإمبراطور جستان وبأمر من والي قرطاج توماس، وذلك على الأرجح بين سنتي 572 و574 ميلادي، وهو له شكل البنتاغون خماسي الأضلاع، ويحتوي على 7 أبراج تمكن السلطة البيزنطية من أن تراقب كل المسالك المارة من هنا، وكذلك الأراضي الخصبة نحو السهول الكبرى. وحجر النقيشة اللي تذكر إنشاء هذا الحصن موجودة هنا بحذنا. مدينة تبرسق مرت بتمازج حضاري جعل منها مدينة هامة لها موقع استراتيجي باعتبار وجودها في متوسط إقليم الشمال الغربي. برسق معروف بدقة، وعنا قلت لك سوق العينة، عنا القصر، عنا باب الجبلي، في منطقة جبلية مرتفعة نسبة إلى جبل سيدي الرحمة على علو أو ارتفاع 600 متر. هي مدينة عرفت تعاقب لعدة حضارات تاريخية، حضارة بربرية، حضارة رومانية، أو بالأحرى قبل الحضارة الرومانية حضارة فينيقية، حضارة رومانية، وحضارة بيزنطية. داخل السور البيزنطي توجد المدينة العتيقة بطابعها المتميز وبأسواقها القديمة وطرقها الملتوية، وقد لاصقتها المنازل الجديدة من الداخل والخارج، وهي تحمل في نقائش أحجارها دلائل حضارات عابرة. مدينة عربي حاجة به برشا، فما في القصر فما بلايس كانت تدخلوا لنا كيما طريق العربي هاوكا، كيما الأسواق العربي، يعني سوق العين نقولوا نحن، فهمت. ويأمل متسكن مدينة تبرسق باعتبار عراقتها إدراجها ضمن المسلك السياحي الثقافي البيئي. مدينة تبرسق مدينة عريقة، تاريخ وحضارة، فيها جميع الحضارات، طلبوا باش مدينة تبرسق يدرجها ضمن المسلك السياحي، لأنها فيها جميع الظروف، تتوفر فيها جميع الظروف للمسلك السياحي، السياحة البيئية الثقافية. هذه تبرسق بأسوار مدينتها الشامخة تذكر الأجيال بماضيها التاريخي العريق، وتنتظر لفتة أخرى تنعش حاضرها. ونعود إلى العاصمة التي تستقبل منذ البارحة صالون الخريف الدولي، أبرز التظاهرات التشكيلية في باريس في دورة عاشرة عدت حدثا هاما في بلادنا، معارض بالجملة لأكثر من 100 عمل فني تونسي وأجنبي، وسهرة فنية عالمية تؤسس برامج هذا الصالون حتى نهاية هذا الشهر. صالون الخريف الدولي لأول مرة في تونس في دورته العاشرة يمثل حدثا دوليا كبيرا لتظاهرة تأسست في مئوية صالون الخريف في باريس، وهي أعرق تظاهرة تشكيلية في العالم. سالون هذا هو سالون دونك دولي، جبنا فيها سالون الخريف الفرنسي اللي هو سالون الخريف هذا من 1903، بدا من عام 1903، دونك عرضوا فيه ماتيس، ونوا، بيكاسو.
بيكاسو سيزان تو لي غون نون كون كوني معناها اونار معناها مودرن ومركزين اكثر على الجوده الفنيه على الكاليتي واللي يميز الدوره هذه في تونس كونه ما اقتصرش فقط على الاساس هو يعني اللوحه المسنديه والمنحوتات والصور يعني الفنون التشكيليه ككل هناك يوم للكتاب ويوم للسينما ويوم وايام للموسيقى حبيناها تكون معناها علاقة حميمية بين الفنانين في كل المستويات. التظاهرة تمثل حدثا هاما وطنيا ودوليا. نحن فرحانين اللي هو وصل لتونس واللي عندنا نحن صالون دولي في للخريف يتكرر كل مره وكل عام ان شاء الله ديما يتكرر في تونس. alors vous parlez du salon d'automne international. عندما نتحدث عن صالون الخريف الدولي في تونس يعني ذلك حضور كبير للفنون التونسيه كالرسم والصور الفوتوغرافيه والنحت لتخلق اخوه بين كل الفنون. هذا يعني ايضا حضور فنانين من بلدان عديده في العالم ليخلقوا ايضا اخوه بين الفنانين وهذا هو شعار التظاهره. صالون الخريف الدولي الذي يتواصل إلى غاية 31 من هذا الشهر يعرض 111 لوحة لفنانين من أكثر من 20 دولة. حدث آخر له صبغة دولية هو ليلة الموضة العربية الموعد السنوي الذي ينتظم في دورته السادسة ويستضيف مصممين من العالم العربي ومن تونس. تلك كانت اللمسات الأخيرة قبل بداية العرض. عرض ليلة الموضة العربية والتي شهدت في دورتها الجديدة مشاركة العديد من الأسماء العربية اللامعة في مجال الموضة والتصاميم. ليلة جمعت بين التقليدي والعصري في تصاميم ذات ذوق عربي مميز. نحب نصنع دومين موضة في تونس كما عنا المسرح كما عنا الرياضة يعني دومين مهم خوميتور ينجم يخدم ناس مازال تحسوا اماتور شويه معليش المستشهرين وكل ما مش قاعدين يتابعوا بالصفه اللازمه فمن خلال التظاهرات هذه نخرجوا بالموضه للعام. دي تري اونوري باش نشارك مع اسامي كبار كيما هادي قطره من لبنان كيما وشمه من المغرب كيما مصممين اخرين زاد تونس حابين نعرفوا سي بالتراث نتاعنا. طبعا هيك مشاركه بتتبادل الافكار وتتبادل العروضات يعني كل واحد بيشوف الثاني شو عم يعمل ان كان تونسي او مغربي او لبناني يعني هيدي مثل مشاركه للجميع لينفتح على بعضه. سهرة اعتبرها المبدع والمصمم التونسي والمغربي واللبناني فرصة لتقاسم لحظات الإبداع والجمال مع الجمهور ومع وسائل الإعلام. ليلة قد تتحقق فيها طموحات البعض نحو الشهرة والعالمية. نطمحوا لبرش حاجات نعرفوا برواحنا نكونوا نزاحموا السوق لبرا. فلي فرصة كبيرة اللي فات لي أنا نتقابل مع الاستيليست من لبنان من المغرب من بنزرت من تونس. جايب قفتين تكاشت نقولهم بالمغربية تكاشت قفاتن قندورة تخواكار مخدومين بالخدمة المغربية. أشنات إيفينمون كبير برشا دونك قلت خليني نجرب علاش لي يجيو برشا ديسيليست من برا وفهمت قلت فوالا يزيدوا يعرفونا أكثر باش نتعرفوا على إخواننا العرب اللي يشاركوا معنا كيما اللبناني كيما المغربي باش ناخذوا أفكار وياخذوا علينا أفكار باش نتعرفوا باش نخرجوا من الجهوية من بنزرت وجماعة تونس يعرفونا أكثر. ليلة الموضة العربية وإن كانت فرصة للتعريف بالمصمم التونسي وبإبداعاته ومحاولة لدعمه عالميا فإن مثل هذه التظاهرات التي تروج لصناعة الموضة على أهميتها تظل محدودة في تونس. وهكذا ننهي نشرة الليلة ونذكركم مشاهدينا بالعناوين. التوقيع على 3 اتفاقات إطارية تتعلق أولها بانطلاق المفاوضات لزيادة في الأجور في القطاع الخاص. تواصل الاختلاف بخصوص فصل الانتخابات أو تزامنها وشفيق صرصار يحذر من تأثيرها على موعد الانتخابات والتحضير لها. الجامعة العربية تقرر إرسال مبعوث إلى ليبيا للوساطة بين الأطراف المتنازعة وحصيلة المواجهات في ارتفاع. وقبل كلمة الختام نذكركم مشاهدينا الكرام بقضية الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا العروسي القنطاسي المختطف منذ 17 من أفريل الماضي ومحمد بشيخ المختطف منذ 21 من مارس الماضي. شكرا للمتابعة والاهتمام سهرة طيبة وإلى اللقاء.